على كل هذه مناسبة بطبيعة الحال السنوية تتاح للسيدات والسادة النواب وللفرقاء السياسيين المشكلين يعني المشهد السياسي داخل هذا المجلس للتعبير عن آرائهم وتبليغ رسائلهم إلى الحكومة من أجل اعتمادها في عدة يعني تصورات. كاين معارض من حقها أن تنتقد وهذا دورها وتقدم البدائل، والأغلبية كذلك من حقها أن توجه أن تقدم النصيحة والتنبيه ومن أجل التصحيح. إذن فلذلك انتقلنا نحن في الفريق الاستقلالي من المعارضة لسنوات إلى الأغلبية، وهذا شرف لنا أن نساهم يعني في تشكيل هذه الحكومة. والشرف الأكبر الذي نتمنى بطبيعة الحال النجاح لهذه الحكومة هو أنها المحطة الانتخابات مرت في جو سلس وعادي جدا، وتوجت طبيعة الحال بتشكيل أغلبية مريحة وتشكيل حكومة في ظرف قياسي، وهذا مؤشر نتمنى إن شاء الله أن يستغل من أجل نجاح وإنجاح هذه المحطة. إذن فلذلك هذا لا يمنعنا بطبيعة الحال، ولو أننا جزء من أساسي جزء مكون لهذه الحكومة من تعبير من تبليغ رسائل الأمة ديال الشعب، لأنه اللي صوت علينا صوت علينا الشعب ماشي شي حد آخر. فلذلك الشعب له رسائل، يعني صوت الشعب أمانة لا بد من تبليغه بصيغ مختلفة، سواء من خلال المعارضة أو من خلال الأغلبية. ولكن نحن يجب أن نميز الحكومة، تميز بين الأغلبية الحكومية والأغلبية البرلمانية. الأغلبية الحكومية أنكم السيد وزير شغلكم الداخل شكديروا، ولكن الأغلبية البرلمانية لا يعني هو المجارات في كل شيء. ما جيناش هنا غير نصفقوا، جينا باش نشتغلوا، جينا باش نوجهوا، باش نكملوا عمل الحكومة، باش نصحوا بعض الاختلالات إذا كانت هناك اختلالات. ولكن دائما نظل منخرطين يعني في الأغلبية ومساندين للأغلبية الحكومية. إذن فالأغلبية البرلمانية هي هنا كنمثل الشعب، لا نمثل أحدا، ولكن في الأخير مساندين للحكومة. هذا هو اللي كان. فلذلك وسعوا قشابتكم شوية لأن هذه المسألة هذه لابد، لأن لا يمكن أن داروا فيها الناس بالغلية رسائل ما نبلغهاش، ما يمكنش، وإلا سأكون خائنا لهم. باش يكون واضح هذه التربية السياسية، وهذا من المفروض باش يعني في هذه العملية هذه عندي رسائل مختلفة خصني نبلغهم بصيغ مختلفة، وهذا لا يمنع، لأنه الدين والنصيحة. راه ماشي الحكومة هو صافي اللي جابت الحكومة راه قرآن منزل، لا، حنا خصنا ندعموا الحكومة، نوجهوا لها النصائح، نصحوا ننبهوها يعني إذا اقتضى الأمر ذلك، ولكن كنبقاو مساندين للحكومة حتى النخاع. هذا باش غير باش غادي نكملوا هذه المسألة، لأنه قيل في الموضوع الكثير.